ولو أنه شهر صعيب من ناحية الأسعار، الأسعار كانت هذا العام أسعار خيالية وفوتناها في المجال الخيري، والحمد لله احنا كنا متخوفين هذا العام الثالث وحنا نديروا مائدة إفطار عبر السبيل، وهذا العام كانت البركة الحمد لله، زعما فات كل شيء مليح، فوتناه في العمل والمثابرة. وأنا زعما ننصح الناس، وراه فات رمضان هذا الحمد لله، الله يجعل القبول. ورمضان ماشي شهر الرقاد، رمضان هو شهر الجد، شهر العمل، شهر الخير. اللي بغى يدير الخير راه شوف، راه المحتاجين راه لا تعد ولا تحصى. فوتنا ليالي، خاصة ليالي العشر الأواخر، كانت كاينه ارتفاع في الاسعار شويه، الانسان البسيط المواطن، الموظفين خاصه الموظفين كانوا شويه مغبونين في الاسعار، البصل واللحوم وشويه غياب واحد بعض المواد الاساسيه. الحمد لله على هذا فوتناه، وقعد العيد ان شاء الله مبروك العيد. الحمد لله رمضان، شوف الحمد لله رمضان الحاجه اللي فيه زينه انه فيه العباده وقراءه القران، ثم لقد توفر وقتك كامل العبادة، تفرغ كما يقولوا، تفرغ للعبادة. أما من ناحية تجاه ذوك يقعدوا كاع كما قال الآخرين، كما نقولوا احنا العبادة تبقى المرتبة الأولى اللي نتفرغوا عليها بإذن الله، والحمد لله سعينا إن شاء الله وربي يجعل القبول بإذن الله. الحمد لله، يعني على كل حال فوتناه في 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 جو رباني، جو تعبدي يعني، والحمد لله. يعني ثاني كان عندنا كناشط جمعوي، كان عندنا نشاط يعني في الافطار تاع عبر السبيل، وكان في الحقيقه هذا النشاط يومي، وكنا الحمد لله يعني. والشيء المميز اللي رانا بحال تلامسنا في هذا الاخر، بالرغم اللي الارتفاع تاع الاسعار تاع المواد الغذائيه، الا ان كانت المؤازره وكانت التراحم وكان متوفر، وكان يعني التمسناه، كون نقول لك بان التمسناه اكثر من 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 السنوات اللي فاتت. سنه 2022 جوزناه بين العمل والعباده، ولا ثاني الانشطه الرياضيه، وراك عارف المواطن الجزائري ثاني يبغي يتسوق، يبغي يمشي يشري صوالح. الحمد لله رمضان هذا فات يعني الحمد لله في الهنا، وكانت اجواء رمضانيه بامتياز. الناس كانت اغلب الاوقات تاعها قضيتها في المساجد قيام الليل، كان اللي كانوا يقراوا القران، شفنا مسابقات في حفظ القران الكريم، في التجويد، في الاذان، يعني كانت نشاطات كبيره، نشاطات ثقافيه. الحمد لله هذا رمضان فوتناه في اجواء رمضانيه واجواء ايمانيه الحمد لله. الحاجه الايجابيه اللي كما قال هذاك، كما الصلاه ولا هنا كنا نتلاحقوا احنا واصحابنا، راك عارف الافطار عبر السبيل. ولا الحاجه السلبيه غلاء الاسعار كما اللحوم والخضر. دينا كالعاده على كل حال مزيج ما بين العمل الخيري والعباده والعمل. مميز هذا السنه وهو نوعا ما الارتفاع في الاسعار، كان المارشي شويه غالي علينا، لكن رغم هذا انه شهر رمضان يجيب بركته، والله سبحانه وتعالى يوفق الناس باش يقضيو هذا الشهر. عمل سائر كايام الباقيه من الساعه الثامنه حتى الساعه السادسه او اكثر، السادسه مساء. حرصنا على الصلاه في المسجد مع الابناء، والحمد لله وفقنا الله لهذا.